الشهيد حبيب الله لا اله الا الله لا اله الا الله هذا الاحتلال الذي لم يحترم كل المبادرات حسن النوايا التي خرجت من وصدرت عن كل القوى الوطنية والإسلامية وعن السلطة الفلسطينية بالتهدئة وبوقف إطلاق النار، فكافأ الشعب الفلسطيني بمزيد من القتل والجرائم والمجازر. وهذا يؤكد صدق رؤيتنا لهذا الاحتلال، أنه هذا الاحتلال لا يريد سلام ولا يريد تهدئة ولا وقف إطلاق نار، هذا لا يريد إلا شيئا واحدا، الاستمرار في الجرائم والمجازر بحق شعبنا الفلسطيني، وهذا ما حصل اليوم. وأنا في تقديري أن الشعب الفلسطيني الآن كله في حل مما يسمى بوقف إطلاق النار